الأغنية اللي سمعته منها حتة دي يا طالع الشجرة هاتلي معاك بكرة، دي حكايتها بقى. زمان سنة 86 مراتي انتوا عارفين صحفية، فكانت راحت المنيا تحضر مؤتمر لأدباء وشعراء الشبان، وبعدين رجعت مبسوطة قوي، قالت أنا قابلت ناس بقى وقابلت شاعر بقى من بورسعيد، إنما مش معقول هو ده الشاعر الراجل محمد عبد. ما كانش ممكن إن أنا أجي بورسعيد بهذا الشاعر جامد جدا جدا. ربنا يخليك. ازيك يا محمد؟ محمد كبرت بورسعيد، يعني البصر راح لكن عنده بصيرة إن شاء الله مش عند ناس كتير مفتحين. تعيش يا حبيبي. مش كده ولا ايه يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله والله. كله كويس؟ تمام ان شاء الله. لسه فاكر يا طالع الشجرة؟ طبعا. ما عندي باب بيتي في المنيرة، بيتي اللي كان على قد ده، كل اللقاءات حصلت بين محمد وعلي الحجار واحمد الحجار وجمال عبد الحميد بيفكرني محمد. اه طبعا. وياسر عبد الرحمن. جمال الشاعر وياسر عبد الرحمن. آه كل دول جمال عبد الحميد. اه وهيثم كمال. وهيثم كمال طبعا. الاعلامي. اخبارك ايه يا محمد؟ ماشي الحال الحمد لله. اخبار الدنيا في بورسعيد ايه؟ الدنيا في بورسعيد زي بقيه الدنيا، يعني كل اللي حاصل على ظهر الارض في الدنيا بورسعيد تعتبر بالنسبه ل، لو افترضنا يعني ان احنا هنتكلم عن مصر، بورسعيد ترمومتر طول عمرها، المؤشر اللي من خلاله لو عايز تعرف اي حاجه في الحياه تعرفها من بورسعيد. انا جيت المره دي لقيت الدنيا يعني هقول هاديه، ساكته احسن. اه ممكن. ليه كده؟ ممكن تعتبر اصلا بورسعيد، يعني خلينا اقول لحضرتك بكل صراحه، بورسعيد بعد الحادثه بتاعه حسني مبارك ماتش الكوره، ماتش كوره ولا حادثه المطوه؟ لا اللي قبل المطوه كانت برضه يعني ليها اثر حصل كبير. طبعا اثر كبير جدا. ليه؟ لان هي بعد حادثه المطوه دي نزلت تقريبا 70 او 80% من قيمه الاستيراد بالنسبه للمنطقه الحره، يعني مثلا المستوردين لو كانوا بيجيبوا مثلا ب 500 مليون بعد الحادثه دي ما عادش بيجيبوا الا ب 100 مليون. حادثه مبارك يعني. وطبعا حصل تدهور كبير جدا في حاله التجاره بالنسبه لبورسعيد. والدوله سابت بورسعيد. اه طبعا. لكن حادثه الكوره بقى بتاع النادي المصري طبعا دي كانت حادثه مؤسفه، والكارثه دي اثرت تاثير سلبي جدا 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 على الحياه في بورسعيد، وحصل طبعا نوع من القطيعه بين كل بورسعيد كان بيخشها في بعض الايام بالربع مليون زائر. النهارده بورسعيد ما بيخشهاش 1000 زائر. يعني عشان نقول مثلا يبقى في حاله من حالات الرواج او حركه خلاص، عشان كده انت بتحس بالسكون في بورسعيد او السكوت يعني. طيب يا محمد قول لنا بقى، انت كنت زمان بتقعد عندك كراسه كده فيها سحر. تقول لنا حاجه من اللي كنت كاتبها عن زمان عن بورسعيد. شوف يا سيدي، انا كتبت طبعا، انا يعني كل 90% من كتاباتي او من مشروعي الشعري يعني كان كله عن بورسعيد الحقيقه، يعني حياه الناس في بورسعيد، عاداتهم وتقاليدهم، المفردات، الصيادين الى كده. قصيده طويله كده بس كانت جميله جدا. اقول لك يعني كذا حاجه يعني. خلينا نبدا من الاول عشان نمشي بالتسلسل التاريخي يعني. يلا. اول كلامي صياد ورامي في حبال غرامي، أول حبالي كان حبل غالي، أيام ما سبس جرجر أهالي تاكل في صبر من غير تحالي، كان يومها جدي طارح شبابه، بعت الخديوي للعمدة جابه من قلب داره، من غير مناقشة ولا أي دوشة، كل الشباب ده لملم يا عمدة بالجلابية والفاس بتاعه، ونقال يا رب اقطم دراعه، مظلوم في نيته، غلبان في نيته، قلنا لكم جيتوا معناها جيتوا، البت تلطم، البت تبكي والام تلطم، لمين هنشكي من بعد منكم، هات السواري عبوا اللواري، جدي البدائي عايز يعافر، عامل فدائي والظلم كافر، كرباك صاحبنا مزع هدومه، لجن لسانه، كوم همومه، العمده باشا
والباشا قاضي والسلطة حاكمة، كل القواضي كل الشباب ده لملم يا عمدة، هنشيل ده من ده يرتاح ده عن ده. يا سلام يا محمد، قطر الصعيدة والديل تلمه من غير ما تحصي والاسم تمه، وابو دم حامي غرقان في دمه، والغربة صعبة لمفاري أمه، وبقيت يا جدي حمل التحدي وسنين تعدي وايام تودي. ممنوع تصلي، افحت وعلي، عايز تغني خد اذن مني، ما تناقش الا ما تكون بعله. قالوا الفناره هي الاماره، عليت يا جدي او الاشاره. قالوا التجاره هي الحضاره، جونا الشرقوه هلوا المنازله، صارت موده والدنيا عزله. جت كوبانيه، افحت يا جدي يا قدره هاتي يا مدره ودي. حوش يا سيدي ما تقولش صلدي، ابننا دوره وبكره تكبر وتبقى حاره. قصوا المدينه نص الجدودي ونص تاني خارج حدودي. يا سلام. فيه اليهودي جنب الايطالي، ويا الجريجي والراسمالي، وفرنجوهم وعربونا، غير اللي كانوا بيعذبونا يحتلوا فينا ويأدبونا. وفوق ده هلو يا أهل ملطة، يا جد ناسب من الضميطة، عشان تلاقي ولد يعينك وتبقى عايش بنص دينك ويطلع ابنك البورسعيدي. الله الله يا محمد، الله 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 الله. ده طب وتنينة ايه؟ ده أولنا، وتنينة ايه؟ تنينة بقى يا سيدي بقى ايه؟ عشقت الرملة في اللفة وملح المية يعشقني، ركبت القلع والدفة ومن ده الحب زاد شأني. سقانا البحر ايد من ايد ولملم فرطنا عن ايد، وكنا نحبه ونغزله، نطب نقب نغمزله، وعشنا العمر من غزله. لحقنا الوزنة في الغطيان، ما كانتش الوقة لينا مزان، ولا السماك فتح دكان، وكان بالجنبة برغتنا كأن الزرعة من غطنا. عاشرنا الدهنة مبرومة في رصة صاجة مسحومة، ساعات نحشيها نربطها، ساعات في الملح نخلطها، ولما بتحكم السهرة نجيب الحنجلة الخضرة نكوم جنب قراصة وجنب في عظم ومصاصة، ولما يروح علينا النوم نقوم نصحى منين ما نقوم على أصناف منادية، ما بين فايد بتمرية وبين جلاش وخد جميل، وكان الندهة له مواويل، وكل الطبل كان معروف، أميز طبلة الخرشوف من الطبلة اللي على الكهنة، وياما العشق توهنا وجابوا منادي اندهنا، وكل منادي له حارة. وساعة العصر طيارة نطيرها بحبل غسيل، نرص مواسنا جوه الديل، نشيل للضامة كرتونة، ونحلة تلف مسنونة، ولعبة طزة كان كرنة، محدش يتقنه غيرنا. صاحبت الفخ والمنيح يلازموني منين مسرح، وكم درجت من بقير يفوت موسم، ولاقي الطير على عش القديم يخبط، بحتة غزل متلخبط أصيد من المية ميت بطحوش، ولم أصحابي وسط الحوش في عز الناس ما بتقيل، تشوفني في وسط ميت عيل تقول عني ولا الأراجوز، تلاقي في جيب غطا كزوز وجيب تاني نقى وتباشير، أخطط جون واشيل مسامير واستك نبله بيلسوع، لوحده تكون بتتاصوع مع واحد خشب ممروع، ولو نادى في بطن الجوع لنا مروح ولا مذاكر، لان برغم ده شاطر، وكان القلب له دقه بسيطه وضفتين رقه، وكان لسه عمود النور خشب وهدومي من دمور، الغمط روحي في الرمله لان السقه كان يملى صفيحه الميه بالمليم، ويدي لكل بيت تعليم عشان الملو كان بالدور، ولو مرة يفوت حنطور تلاقينا ولا الزفة، ولو واحد شايل قفة لابد نبص ايه فيها، يا نقلبها يا نخفيها، وكان الطوب يضحكنا وكل بيوتنا مش ساكنة، شقق كانت فاضية تتبخر بمية بحر أو عنبر، وكان مصروفي قرش أحمر، كتير أيام جميلة تفوت وناس بتعيش وناس بتموت، محدش غنى لخلولة وخلى لسانها يترقص، أنا غنيت لماضي وراح، وخدت سجارة من السياح، ودقت الكستنة
تفاح، وطول عمري بعيش ذكرى بغيب عنها في يوم وارتاح، وطول عمري بعيش ذكرى بغيب عنها في يوم وارتاح. الله يرحمه حبيبي. انت اتفتحت لك ابواب الغنى مع علي في الثمانينات. اه كان المفروض تيجي تعيش في القاهره بقى، ما مشيتش ابدا. والله انا الحكايه دي طبعا مش عايز اقول لك انا من الناس اللي ما عرفتش تعيش بره بورسعيد ابدا باي حال من الاحوال. وطبعا انا حضرتك عارف ان الفنان الجميل محمود ياسين عمنا طبعا بورسعيدي طبعا، وكان حبيبنا ودايما كان بقى زعلان جدا، وبقى دايما يلومني ويعتب عليا وغير لازم تيجي استاذ سمير العصفوري وكده يعني. انا ارتبطت ببورسعيد جدا، ده من ناحيه. من ناحيه تانية انا ظروفي الحياتيه كانت بقى حائل الحقيقه، يعني حاله بين ان انا اسيب بورسعيد واروح القاهره واستقر يعني بشكل ده. طبعا ده حاصل لناس كتير جدا من الشعراء وادباء مصريين ما قدروش يحطوا رجليهم في القاهره يعني ويستمروا. يعني احنا اتحرمنا منك الحقيقه، ربنا يخليك. يعني يا استاذ، قبل ما اختم معاك يا محمد، عايزك تقول لي يا طالع الشجره، وعايزك تقول لي كتبت ايه عن بورسعيد، يعني اخر ما كتبت حتى الان عن بورسعيد. طيب هقول لك يا طالع الشجرة. طالع الشجرة بس نسمعها منك. يا طالع الشجرة هات لي معاك بكرة، ويكون على قدي وتكون عينيه سمرة، العدل في يمينه والشمس في جبينه، يمشي على مهلي وان تهت يندهلي. يا بكرة فين انت؟ هتفوت هنا امتى؟ هتجيب معاك حلمي ولا تزيد ظلمي؟ صليت جميع فرضي، زكيت ومش مرضي، خايف أموت قبلك ما تلمنيش أرضي. يا طالع الشجرة لو جه معاك بكرة خليه يكون ضحكة نكسي بها الفقر. الله. صليت جميع فرضي، زكيت ومش مرضي، صليت جميع فرضي، زكيت ومش مرضي، خايف أموت قبلك ما تلمنيش أرضي. الأغنية دي طبعا ممكن تكون في ناس ما يعني ما سمعوهاش طبعا، لكن غالية على الحجار كلها معروفة، لكن لما اتذاعت كان ليها دوي. طبعا يعني كانت لازم تجيب محمد القاهرة، لكن هو انت نفسك يعني ممكن تكون ما كنتش فاكر، لان انا الحقيقة بعد الحكاية دي كنت سافرت ليبيا، وانت كنت ايامها بتكتب في الاهالي وصباح الخير، وكتبت مقال في الاهالي قلت فيه يعني صحيح لماذا هرب محمد عبد القادر من لكن مصر. لكن هو يهرب زي ما عايز، احنا نجيله. الفنان يعمل اللي هو عايزه واحنا نجيله، مهمتنا ان احنا نسعى الى الفنان لما يكون مبدع او موهوب زي محمد. الحمد لله. قول لي اخر حاجه كتبتها بقى. في الاول انت كتبت حاجات والدنيا اتغيرت يا محمد. خلينا نتكلم في الدنيا لما اتغيرت. طيب. زي ما انت عايز. يعني انا اقول حاجات بس قصيره كده زي الرباعيات. يا ريت. وبعدين اقول لك قصيده عن بورسعيد بعد ما تحولت يعني. طيب اوكي. فمثلا انا في حاجه بتقول يا كتر الجوامع في قلبك يا ملطه، بأذن وكبر على كل غلطة، محدش بيسمع محدش بيفهم، وآخرة أداني يا سكر يا جلطة. الله الله، ده كاتبها انت لسه يعني لسه فحلز من قلت لك. البت بنتي آخرة أداني يا سكر يا جلطة. تمام. البت بنتي عبيطة، فاهمة ان صاحب الكون عايزان اجيب حلمها واقول له كن فيكون، وانا حلم له 100 سنه فوق الرفوف مركون. الله الله. مولايا من يوم ما خلقني وانا شارب الهم وراضي، لا قطعت ايد اللي سرقني ولا جبته قدام القاضي، وحبل احلامي خنقني وبكايا كله على الفاضي، وغرقت في الكذب لدقني وبصمت وختمت وماض. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حاجات من هذا قول قول كمان القبيل. قول كل يعني. اللي يجي على بالك قوله يا محمد. ياللي الزمن خلفك يكتب على خلقتك، خليك سجين كلمتك لحد ما تموتك، يمكن في يوم ما تموت تلاقي حريتك.
الله الله الله. طيب زمان يا محمد واحنا صغيرين كان عندنا احلام ان احنا الكلام دوت هنبطل نقوله في يوم من الايام، هنقول كلام عكسه. اه لسه بيقوله هو 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 طبعا لانه ما فيش. طب قول. طيب. قول في حاجه بتقول ايه بقى يا سيدي؟ قول يا سيدي. عبيط عبيط عمل فهلوي، عمل فهلوي سائل هبل بالقوي. ايام يكون مركزي وايام يكون وحدوي، وايام يكون ملتزم وايام يكون فوضوي، وايام يكون منتشر وايام يكون منطوي، كان مبتدي كتكوت دلوقتي صار هو هاوي. طيب قول. ايجيبشياني يا مخلفاني ومضللاني ومخلياني هقوا زماني. ايجيبشياني من قبل خوفه في اي وقعه تبصم كفوفه، الجريجي يجي ولا المليجي واي حد وياه الوفه بتبقى عايزه تديه مكاني. وايجيبشياني ايجيبشياني وانا لسه نطفه من اي حاره او اي عطفه بايدك انتي بولع وبطفه، وما كانش حب التراب ده صدفه وفي اي اطفه مستعبطاني. وايجيبشياني ايجيبشياني من قبل حتى ما تشوفي يحيى جار منه متى، وابويا ياما صيف وشتى بجلبيه وما دقش فته مع انه هو صاحب الصواني. وايجيبشياني يا سلام ايجيبشياني من قبل اولى من قبل ياما ملبس كفوله، ايجيبشياني قفطان وعمه، ايجيبشياني جبه وكاكولا، اتريني فلصو وملمعاني بايجيبشياني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، معلم مش كده؟ طيب قول بقى. قول. اقول حاجه عن بورسعيد بس انت عارف الناس اتلمت حوالينا بيسمعوه. طيب خير. صياد بحر الجميل. صياد في ساعة ليلنا ما تشقه خيوط الفجر وتكبر، يحس العزم بيزقه يصلي الصبح ويشمر دراعاته ويتحضر عشان ينفض التراب نومه ويستقبل حساب يومه كما الوارد على الجنة. ما احنا شطنا فردوس لا يوم كسل ولا استنى، ادم تمشي منين ما يدوس، وتحت البط رغيف ناشف وهدماية وعود ملقاط بتغزلبه الايدين آية، وحتة حب طول قامة يجرجربه في حبال ياما، نسيم الصبح بينسيه سفر ليله، تحس الشط من الخطوة مناديله، ولحظة يوصل المية يلاغيها وتحكيله، ولو يطلب ضنا عينها بكل الحب تديله، يقوم فارد جناحاته ويتناسى ملذاته ويبقى الحبل ما بينه وبين المية زي صرار، تشوف الأم بتغذي الضنا تحتار، ولحظة ما النجوم تنعس ويجي الصبح يتدلع يشق رغيفه ويغمس صفار الشمس ويبلع. الله 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 الله. ولما تحب تتفرج على شطه تشوف قدام أدم زهرة وأدم غيرة، أهل غيرة بقى قدامه، تطف الموجة جواها تقوم تسكن وتلقاها بتتشعلق في سكنتها وما ترجعش مجراها، خدود الورد لو تمرد تشوف خد وندى فلة، في عز الحر لو فرهد ما بيقربش عضلة، مفيش تجعيدة فوق خده وفي النخوة مفيش قده، وطرف لسانه فوقه كلام ما يتقالش بدون لازمة ولا مؤاخذة، ملوش جزمة في ساعة يقصد المية. أبونا وأصله أيوبنا، صغار في السن توبنا، عرينه الشط سلمنا وزي البط عومنا، وعاش مجهول ومات مجهول لكنه يومها لملمنا، سألنا الحب علمنا محدش رد بلمنا. الله عليك. قول بقى على بورسعيد بقى. نقول على بورسعيد بعد ما تحولت بورسعيدية وتحريرها نسينا وتحريرها 73 هي اللي يلا يا محمد يلا. أم الفريدة في الصفات بعد السلام والأمنيات، من ذكريات عمري اللي فات من قبل جري الخمسينات، زارع في أرضك عود نبات، الزرع طارح ليه سكات
والطرح مش حامل سمات اي ذكرى من اللي فات. ام القديمه بورسعيد بسطر لك بخط جديد وفكر جديد عن الاول، ولكن عمري ما تحول ولا تسول عشان ما اكل على دروبك، ولاجل ما ابقى محبوبك بسطر لك لفرط شعوري بالغربه. ولم فكرت هكتب ايه، لانك ياما لم عدتي بتاخدي في وقت غير لحظات، وكلتها يدوب اوقات ما تشغلنيش ولا تحتل تفكيري، لانك ساكنه في العالي وبتبصي على غيري، وكتر البص نساكي وخلاكي لا فاكراني ولا عارفاني اطلع مين في اولادك، مع انك ما عجزتيش ولا بتمشيش ولا بتنويش، وشلت الشيش وركبت الازاز الوان، وفتشتي على السكان، وسكنت اللي كان عمك هيتجوز مرات خاله هنياله. بقولها له وانا فاكر بان الهجره تضحيه، ويوم الحرب كان ليا، ما انا الجندي اللي اصله سلاح، وانا الصياد وانا الفلاح، فاي كفاح صلاح الدين، وسامي بطاقه التموين، بفتش فيها على الاحلام وكسر بيها اي زحام، وباخد كام سؤال انت اللي تقضي عليه. بقول لك ايه، مش انت اللي قمتي قلعت الملايه ولبست الباروكه مكان الحوايا، وقوفك يا ستي في وش المراية ملخبط صفاتك مغير حياتك، وكل اللي فاتك ملوش أي قيمة. مدينتي القديمة يا منتي العظيمة، يا مين كان نداني أشرق وأغرب وجيلك مترب، أدور عليكي في قلب اللي فات على لقمة بيتي، على صقر شامي، على صوت منادي بيزعق حرام. زمان كان حرام الشوارع غشيم، ما كلوش بيسرق يدوب غير إيدين، لكن النهاردة في سرقة بعينين، في سرقة بودان، في سرقة حنين. سريع الزمان، ظروف تكنولوجيا وأزمة صراع، دراع اللي زي يدوبك صباع في وسط اللي ليهم مخالب سباع. ماليش أي واسطة وعايش مبسطة، بخنن وعشش وجسم المكرمش يخاف من الرياح، وصوت النباح وريش القصير هيفضل صغير، وهفضل أصوصو ولو حتى هدن ما بيزيدش حجمي في وسط الأرانب. يدوبك موظف بكركب ونظف لحد المعاش، معاش اللي يزعل، وهو اللي يزعل يعيش زي ناسك، ده ناسك بقالهم في أرضك حكاوي، تراثك وناسك قمار في القهاوي. ووجه الحضارة صبح من أفاكي، وعبر وعكر سماكي تراب البواكي، وزود بكايا وزود أساكي، بإنك ورغم إن شفتك ملاكي بشوفك شيطاني، برغم الصواني وكتر المباني، برغم الشباب اللي دب في عروقك بشوفك عجوزة، بشوفك مش انتي، مش انت اللي كنت المحب اجري يمك، اغمض عينيا واشوفك واشمك، وزمة ولادك ورحمة ابوكي في يوم لو سحابة تخيم عليكي، مين اللي يهرب ومين اللي يقعد يحافظ عليكي، مين اللي يهرب ومين اللي يقعد يحافظ عليكي. حبيب.